في هذه البطولة. هنا تعود الكرة في الجهة اليسرى خطيرة، هنا فرصة لافتتاح التسجيل وتسديد الجمال. هنا جمال، هنا جمال، هنا كل الجمال. محمود جمال ينجح بافتتاح التسجيل لنادي سحاب. تسديدة كانت على يمين الحارس حمزة الحفناوي، لم تكن قوية ولكن كانت الدقة موجودة وكانت تفي بكل شيء. ينجح سحاب هنا بافتتاح التسجيل عن طريق ابن المدرب جمال محمود، المهاجم محمود جمال. شاهدنا أحمد ياسر، هنا المراوغة من اللاعب محمود ويضعها على يمين الحارس، هنا ينظر لها كما نشاهدها نحن. هنا تمريرة اللاعب لؤي عمران، وحمزة الحفناوي لم يستطع فعل شيء للكرة الماضية، وضعها على يمين الحارس الذي كان بعيدا عن الكرة الماضية. وهنا ينجح نادي سحاب في افتتاح التسجيل، فهو يسعى لأن يحقق لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بالتالي يأمل المدرب جمال محمود ليحقق هذا الإنجاز. هو هو هو، ما في غيره، هو هداف، هو هداف الرمثة في لقاءات الفريقين. عندما يواجه نادي سحاب أحرز 3 أهداف في تاريخ لقاءات الفريقين، وكوليبالي ينجح بإحراز 4 الأهداف الشخصي له ويحقق أول أهداف نادي الرمثة في هذا اللقاء. شوف الإعادة، شوف التحضير من أبو الكاس وتقدم من كوليبالي، وكوليبالي لا يبالي وبكل هدوء، وكل هدوء هنا يضعها داخل الشباك وينجح نادي الرمثة بمعادلة نتيجة. وهنا كان لاعبي نادي سحاب على قرار الحكم، ولكن في النهاية الحكم يحتسب الهدف. وهنا تعادل بين الفريقين. شوف الإعادة، هل كان فيها أوفسايد؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك، لا يوجد أوفسايد بكل أمانة واضحة. الإعادة، وهنا تصل الكرة عند كوليبالي وباللمسة واحدة، لا يوجد فلسفة عند كوليبالي، ويضعها ويحرز أول أهداف نادي الرمثة. جمال، هنا تعود الكرة مجددا، الحكم يقول ما فيها شيء. خطيرة عند حمزة الدردور داخل منطقة الجزاء. هدف ولا أروع، تسديدة قاتلة صاروخية. هنا البديل الذي دخل قبل قليل هاشم بني خالد ينجح ويحرز ثاني الأهداف لمصلحة نادي الرمثة، وسط فرحة الجمهور الموجود والحاضر. شوف الإعادة، حمزة الدردور قال له روح روح يا هاشم وجيب الهدف يا هاشم، هنا هاشم ينجح بذلك. شوف الإعادة، هنا استلام وتحضير وتسديدة، ولكن البداية كانت هناك من الجهة اليسرى، وحمزة ينجح بالخبرة بتمريرة جميلة، وهاشم يحرز ثاني الأهداف لمصلحة نادي الرمثة. الرمثة يتقدم بهدفين مقابل هدف. بشار الذيابات هو من بداها، بشار الذيابات هو من أتى بالحل، هو الذي مرر للاعب حمزة الدردور. تعود الكرة مجددا، مقطوعة من عامر أبو هضيب، رمثوية في الجهة اليسرى، انطلاقة في السرعة القصوى. حمزة الدردور يا سلام على هذه التمريرة، تمريرة جميلة، مراوغة، ينهي الأمور وبالثلاثة. هنا هاشم بني خالد، هاشم ينجح ويراوغ ويحرز ثالث الأهداف لمصلحة نادي الرمثة. نادي الرمثة ياب الخروج من هذا اللقاء إلا بالعلامة الكاملة وبالثلاثة. يحرز هنا هاشم بني خالد، من هذا اللاعب؟ ماذا يفعل هاشم في هذا اللقاء؟ ولكن كل السحر من تمريرات حمزة الدردور، القائد حمزة لو يغيب عن إحراز الأهداف لا يغيب عن صناعة الأهداف. لاعب ولا أروع، قائد الفريق عند نادي الرمثة، يمرر تمريرة ولا أجمل للاعب هاشم بني خالد وينجح من خلالها بإحراز ثالث الأهداف وينهي الأمور رسمياً
ونادي الرمثة بالستة نقاط الكاملة وبالعلامة الكاملة يتصدر المجموعة الثالثة. يا له من لقاء ويا لها من مباراة، وجمهور الرمثة الموجود والحاضر والسعيد بهذا الأداء. بطل الدوري هنا يبدع ويمتع بالرغم من خروج مصعب اللحام وخروج اللاعب شرارة.